الموضوع الثاني بالنسبة لحكاية المخدرات، أعتقد بالنسبة للمخدرات حاجة أخرى، كما بالنسبة للخمر وكذا وغيره، أنه ساعات يبدأ واحد موقفينه وأنا في الشارع وقاعد يسوق، يزم يعرفوا هذا في أمريكا يصير وفي العالم كله يصير. لكن مع أنا ضد العقوبات السجنية في مادة تذكر الزطلة مع إلغاء وتعويضها بخدمة للصلاح العام. كيف يكون ذلك؟ أنا مثلا نحب نغرس، أنا قلت أنا أتعهد بغرس 50 مليون شجرة، لأنه إحنا تورا ومشينا على مشاكل بيئية رهيبة في تونس. 50 شجرة. 50 مليون. مليون شجرة. اليوم مدة 5 سنوات وأكثر. نعملوا خدمة الصلاح العام. عاونوا شجر، نجوا السبيطار ننظفوا نمشيوا كذا نعملوا. معناها نعملوا، وهذا هذا يدخل معناها في الواقع. هو مش عقوبة هي، هذه مش تولي، هذه مش تولي تعليم الناس على التطوع. أنا عشت في أمريكا مدة، نعرف اللي الشباب الأمريكي ساعات يتجمعوا الصباح ويمشيوا ينظفوا في بلاصة وكذا وغيره ويدخلوا في تار تربيتهم. في اليابان الناس الكل تنظف المكتب نتاعها واحد اللي يقراوا فيه. فأنا طبعا، لكن مع تشديد العقوبات على المروجين والمافيات اللي تخرج، تعرف قداش من واحد قداش فلوس تخرج اللي يجيب المافيات نتاع الزطلة وغيرها في العام في تونس؟ تقريبا نحكيه على 2 مليار دينار، يعني نص انتاج الفوسفات يخرج من جيوب المستهلكين تاع تاع هذوما. هذا ميزم قسطاني ديهم.